قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال إن بلاده تحمل الحكومة العراقية المسؤولية لمنع الهجمات ضد القوات الأمريكية والرد عليها، لافتا إلى أن الأمريكيين موجودون في العراق بدعوة من بغداد لتنفيذ أنشطة دحر داعش. وزير الخارجية أنتوني بلينكين تحدث مع السوداني في هذا الأمر، ونحن نعتقد أن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع الهجمات على الموظفين والأفراد الأمريكيين الذين يتواجدون في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية للعمل ضد داعش والرد عليها. لقد أعلنت الحكومة العراقية بأنها تعمل لمنع هذا النوع من الهجمات، ونحن ننتظر منها ذلك.